السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على فيديو قصير جدا قصير جدا على مقابله اللي جرات اليوم بين نادي تشيلسي ونادي ويست هام اللي فيه الدولي الجزائري سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه للاسف يعني ما بداش المقابله اساسي، بدا احتياطي منذ الدقيقه 65، يعني الدقيقة 65 هي بداية دخول اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة. سعيد بن رحمة في أول لقطة يعني حاول أنه يخلق بعض الصعوبات لدفاع تشيلسي لكنه لم يستطع. من بعدها سعيد بن رحمة حاول أنه يرجع للدفاع، وهذا ما اللي يبين في الصورة أنه وسط ميدان ضعيف نوعا ما لما عدا ديكلان رايس اللي يقوم بواجبات جبارة. عودة سعيد بن رحمة إلى خط 18 متر لكي يساعد لاعبي أصدقاء لكي يساعد زملائه في افتكاك الكرة. من بعدها فرصة أخرى بعد توزيع من المدافع الأيمن تضرب في رأس سوتشاك المهاجم التشيكي، ثم تعود إلى بن رحمة. بن رحمة اللي يعطيها براسه، يعني يسدد الكرة براسه في اتجاه هالر، لكن الحارس مندي السنغالي يمسك الكرة حارس تشيلسي. من بعدها الهدف الثاني اللي سجله ابراهام، لاحظوا في الهدف اللي سجله ابراهام خطأ من قبل مدافع اوكبونا لسوء التغطية لابراهام اللي تفوق على اوكبونا واعطى الكرة لتيمو فيرنر اللي بدوره اعطى الكرة للاعب ماونت اللي رفع الكرة اللي اعطى كرة مليمترية لابراهام اللي سجل هدف ثاني. ايضا لاحظوا مليمترية من ماونت اللي ابراهام اللي خرج وسجل هدف الثاني. ايضا الهدف الثالث اللي ايضا بعد تمريرة ومليمترية توزيعة طتمت برأس المهاجم، ومن بعدها رجعت الكرة وخرجها الحارس ورجعت الكرة لأبراهام اللي سجل الهدف الثالث. مقابلة سيئة جدا خاصة من ناحية الدفاع نادي ويست هام اللي كان دفاع ضعيف جدا، خاصة المدافع أوكبونا اللي ارتكب العديد من الأخطاء. تقييم سعيد بن رحمة من خلال موقع هوسكور 6، أما موقع سوفا سكور فأعطاه 6.3 حيث أنه شارك في 23 دقيقة. نتمنى ونشوفه سعيد بن رحمة في مقابلة القادمة ضد نادي برايتون يكون أساسي ويتألق، خاصة لكسب مكانة أساسية يجب إثبات ذلك في المقابلة القادمة ضد نادي برايتون. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.